مشاهدينا، ولمزيد من التفاصيل حول افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الثانية من مدينة سايل فودز أو مدينة الصناعات الغذائية، ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية. تحياتي لك دكتور أيمن. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا بحضرتك. اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بافتتاح المرحلة الثانية من مدينة سايل فودز أو المدينة الصناعية الغذائية، والتي تعد الأكبر في العالم العربي. كيف ترى اهتمام الدولة بافتتاح وإنشاء مثل هذه المدن الغذائية الكبيرة بهذه المساحة التي تبلغ 135 فدان بإجمالي 567 ألف كيلومتر مربع، وتم إنشاؤها أيضا في زمن قياسي قصير؟ والله يا فندم، هو بتتكلمي على محورين. اولا، ما هي دلاله افتتاحات سياده الرئيس النهارده؟ نعم. الدلالات الاقتصاديه والدلالات الاستراتيجيه. ثانيا، ما هي دلاله سرعه الانجاز يعني اللي بنشهدها في الجمهوريه الجديده؟ اولا، بالنسبه لافتتاحات سياده الرئيس النهارده، هي بتيجي في اطار السياسه العامه اللي سياده الرئيس اقرها من ساعة ما تولى مقاليد الحكم في 2014، وشرع في قيادة الشعب المصري والجيش المصري لبناء الجمهورية الجديدة. نعم. هذه السياسة بتتمثل بشكل عام في الأخذ بأسباب القوة، القوة العسكرية، القوة السياسية، واللي يهمنا هنا القوة الاقتصادية. نعم. بالنسبة للقوة الاقتصادية، النهارده لازم نتكلم بصراحة، الدولة بتعاني من وجود عجز في ميزان المدفوعات، والعجز ده متوارث من عقود سابقة، لانه احنا كنا بنستورد جزء كبير من احتياجاتنا الاساسيه، سواء كانت في زيت الطعام، سواء كانت في تعقيم، سواء في الحبوب، وفي المصنوعات الغذائيه. فمن هنا الدوله المصريه بتسعى الى اولا احلال الواردات، احلال الواردات واستبدالها بانتاج محلي، واللي اتكلم عنه سياده النهارده ان هذا الانتاج المحلي يجب ان يكون عالي الجوده. مش معنى ان احنا بنسعى لاحلال الواردات ل يعني تقليل الفاقد من العمله الصعبه ان احنا يبقى فيه تهاون في الجوده، بالذات لما بنتكلم على سلع استراتيجيه زي الغذائيه وبالذات الاغذيه المدرسيه مثلا. نعم. فده اولا، الدوله بتسعى لتقليل الواردات، وبتسعى على الجانب الاخر لزياده الصادرات لتوفير حصيله دولاريه نقدر من خلالها ان احنا نستورد بقى مش بقى الاساسيات، ولكن متطلبات عمليه التنميه. نعم. من الات، من معدات، من اللي بنسميها السلع الراسماليه اولا. نعم. ثانيا، بالنسبه لسرعه الانجاز، المشروعات القوميه اللي احنا في حياتنا بنشوفها، السرعه والكفاءه، احنا لازم نذكر بمنتهى الاعزاز والتقدير دور رجال هيئه القوات المسلحه. نعم. المهندسين العسكريين ما خطروا بالعبور في حرب اكتوبر، واللي هو انا كنت لسه حتى جاي دلوقتي من دفع مرحوم اللواء باقي زكي يوسف، اللي يعني لما سيادتك تشوفي اي فيلم تسجيلي عن حرب اكتوبر يقولوا ات واز فلاش اوف جينيوس، يعني كانت واندا عبقريه من هذا المهندس المصري. نعم. اللي فكر في حل بسيط جدا لهذه المعضله. النهارده رجال الهيئه الهندسيه بيفكروا على محكمه حقيقيه، الناس متصوره انه الهيئه الهندسيه هي اللي بتنفذ، وده تصور خاطئ. الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه تتولى الاشراف على التنفيذ من خلال اولا وضع معايير وحتم للجوده، لضمان اولا سرعه الانجاز وضمان جوده الانجاز. اللي بيستفيد من كده طبعا الوطن، الشعب، والشركات المنفذه. يعني زمان الشركه اللي كانت بتعمل مثلا في السنه حجم اعمال نقول مثلا 5 مليون جنيه، لا النهارده بتعمل حجم اعمال 10 و15 مليون جنيه. ده بس سعادتك. وبعدين كل بقى الصناعات المغذيه لحركه البناء والتشييد. نعم. من اول المقاولين الباطن، لان الشركه اللي بتتولى بتاخد المقاوله الرئيسيه بيبقى عندها مقاولين باطن، ومقاولين الباطن دول ما بيشغلوا مين؟ بيشغلوا ابنائنا واخوان العمال، سواء كانت عماله دائمه او عماله موسميه. ثم بقى كل هؤلاء الناس بياخدوا فلوس بيصرفوها، ده اللي بنسميه في الاقتصاد بالتاثير المضاعف. يعني سيادتك لما بتحطي جنيه واحد في عمليه الانشاء، الجنيه ده
ما هو حضرتك بتدفعيه لمثلا شركه المقاولات، شركه المقاولات بتدفعه كاجور للعاملين، العاملين دول بيروحوا يصرفوا، فبتلاقي حضرتك بقى الجنيه بيضاف اليه مضاعفات، يعني مش عايز اقول بيبقى. لكن دكتور أيمن، هل برأيك وجود وإنشاء مدينة سايلو فودز أو مدينة الصناعات الغذائية بهذا الحجم من الممكن أن يرسخ لضمان الأمن الغذائي والاقتصادي أو الاقتصادي في مصر في الفترة القادمة؟ والله هو سيادة الرئيس برضو يعني تعرض لهذه النقطة، نقطة الأمن الاستراتيجي، نقطة إن إحنا لازم يبقى أولا احتياط استراتيجي من المواد الغذائية، احتياط استراتيجي يكفي فترة معقولة، وهذا الاحتياطي بيضاف لي الانتاج، يعني مثلا بنتكلم في حصاد القمح عندنا احتياطي استراتيجي بيضاف لي الحصاد بقى اللي هيبقى في الموسم القادم والموسم الحالي، دي حاجة. زائد ايضا ما ننساش دور البنك المركزي المصري قيادة المحافظ الجديد الاستاذ حسن عبد الله في توفير العملة الصعبة من اجل يعني استيراد الاساسيات، وشفنا خلال الفتره الماضيه الافراج عن كميه كبيره من السلع من الموانئ المصريه وبالذات السلع الاساسيه والسلع الراسماليه، السلع الراسماليه دي اللي هي الات ومعدات المصانع ومتطلبات عمليه التنميه والالات والمعدات المستخدمه في الانشاءات. خد بالك سعادتك، فكل ده الحقيقه بيصب في القوه الاقتصاديه اللي اتسع ليها مصر في الجمهوريه الجديده. طبعا ما تقولش ان ما فيش صعوبات، في صعوبات طبعا نتيجه للحرب الروسيه الاوكرانيه، موجه التضخم العالمي لحد دلوقتي مصر، وده المهم بقى، مش بس مصر قادره ان هي تتحمل وتعيش وتكمل، مصر بتبني. طول ما مصر بتبني وبتتحرك بتزود من رصيد البنى يبقى احنا ماشيين في الاتجاه السليم. نعم دكتور أيمن، حضرتك كمتخصص في الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، في ظل موجة الغلاء التي نعيشها الآن حاليا، هل من الممكن وجود مدينة سايلو فودز بهذه السعة التخزينية وبهذا الحجم الكبير في المساحة، هل من الممكن أن تواجه هذا الغلاء الذي نعاني منه حاليا في الأسواق المصرية وأيضا موجة الاحتكار؟ والله هو يعني سيادتك برضو بتتكلمي على محورين، المحور الاول هو اسباب موجه حاليا في العالم كله مش بس عندنا وكيفيه مواجهتها. اولا بالنسبه لموجه التضخم العالمي لازم نفهم انه هناك نوعين من التضخم، في التضخم الناتج عن زياده الطلب على السلع والخدمات وده مش موجود، مش هو ده الموجود، وهذا التضخم تبقى مواجهته سهله عن طريق يعني ادوات السياسه النقديه ورفع اسعار الفايده، ده بيزود من معدلات الادخار، يقلل شويه من معدلات الاستهلاك فيبدا الطلب يقل فتبدا الاسعار تتظبط. النوع الاخر من التضخم هو التضخم اللي احنا بنسميه تضخم مستورد او تضخم نتيجه لزياده تكلفه مدخلات الانتاج، هو ده اللي احنا بنعاني منه النهارده والعالم كله بيعاني منه. هذا التضخم بيواجه باكثر من وسيله ولازم هذه الوسائل تكمل بعض. اولا ادوات رفع سعر الفايده هي محاوله يعني تقليل معدلات الاستهلاك، بالذات الاستهلاك بنسميه الاستهلاك الترفي، يعني مثلا النهارده لو واحد بيخطط ان هو يغير العربيه بتاعته يقول لك لا انا بدل ما اغير العربيه احط الفلوس بتاعتي في شهادات الاستثمار في 25% والسنه الجايه ان شاء الله ابدا اغير العربيه. ده يؤدي لايه؟ الى تقليل الاستيراد، تقليل الضغط على العمله، فممكن يهدي شويه من معدلات لكن التضخم. هل هذا هو الحل الامثل لحل مشكله التضخم؟ ابدا، هو ده جزء من الحل، لكن ده يجب ان يعني يكمل كومبلمنتد او يكمل بايه؟ بزياده عرض او زياده انتاج عرض السلع والخدمات في السوق للسيطره على اسعارها. وبالضبط اللي تتحرك فيه الدوله النهارده وهو ان انا ازود من الانتاج المحلي، لان في النهايه الانتاج المحلي غير ان هو يعني بيزود الطلب او بيزود عرض السلع والخدمات في السوق، حضرتك هو ما بيتعرضش للتكلفه الخاصه بقى بالشحن والنقل والمكونات الاجنبيه، طبعا في مكونات اجنبيه لكن دي برضه كان مبادره اللي سياده الرئيس اعلن عنها من فتره وهي مبادره ابدا، و
وهي تستهدف زيادة المكون المحلي، السلع والخدمات المحلية المنتجة. نعم. عشان بنحاول نقلل بقى من ايه، بنحاول نقلل من فكرة التضخم المستورد واعتماد الأسعار في مصر على الأسعار العالمية. فهي الحقيقة منظومة متكاملة، وده اللي يتمتع به الفكر الاقتصادي لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بيتمتع حقيقة ب يعني انتهاج حلول شاملة، لأنه المشاكل المصرية من عقود قديمة قوي كانت مشاكل متوارثة وبقت مشاكل مركبة. فهي محتاجة لحلول شاملة، حلول شاملة على أكثر من جبهة، زي ما قلنا بجبهة التضخم. طبعا رفع الفايدة، محاولة تقليل الاستهلاك بالذات الاستهلاك، ده من ناحية. من ناحية تانية زيادة الإنتاج للسلع والخدمات المحلية، نمرة ثلاثة. نعم. محاولة تقليل يعني المكون المستورد اللي هو معتمد على يعني ارتفاع الأسعار، أو يعني بتأثر بارتفاع الأسعار الأجنبية. نعم دكتور أيمن، أشكرك شكرا جزيلا. الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية.